كده كابتن احمد، النهارده ان شاء الله الساعه 6 مساء مباراه نادي الزمالك ونادي اهلي جده السعودي. يقول لي شايف المباراه ازاي؟ الزمالك ماشي تعب قلبنا. بص احنا يعني انا مبسوط بفتره المباراه الوديه، مفيش كلام، يعني انا مبسوط جدا ان احنا استغلينا توقف الدوري حتى لو الانسب. نتائج سلبيه بس انت كسبت حاجات تانية. بالظبط، انا مبسوط، يعني انت مش متخيل فرحتي بهدف الونش عامل ازاي، ان احنا نشوف الونش بيلعب في الملعب تاني وبيجيب جون زي ده، وان هو بيتحرك وبيلعب تاني، ده بالنسبه لي يعني طفره. طبعا مع تقديري وثقتي في كامل خط دفاع نادي الزمالك، بس الونش طبعا في حته تانيه. فكون ان هو يلعب، كون ان انت تقدر تجهزه، كون ان انت ترجع مصطفى شلبي للمستوى اللي كان عليه قبل الاصابه، دي حاجه قويه جدا. فان شاء الله المباراه الوديه دي مع التدعيمات اللي جايه باذن الله، يعني هنشوف ان شاء الله الزمالك يرجع ينافس ويبقى قوي زي ما احنا بص، متعودين هو عليه. كفايه اللي احنا النهارده هنتفرج على الزمالك. دي حاجه تانية لوحدها. انت عارف الزمالك تعبنا، الزمالك مزعلنا، لا، الزمالك ما برضه بيفرحنا. مجرد ان انت تبقى مجرد عارف ان انت هو بتشوف هيلعب، لا الزمالك خلاص بقى، ده بتنسى كل موضوع تاني. حاجه. اتغلب بقى، كسب يعني. زعلت على الهزيمتين الوديتين اللي في البدايه مع الوحده ومصلال وبتاع، بس بس يا كابتن احمد، احنا حبنا لفريقنا حاجه مختلفه. حته تانية والله. انت دايما ممكن بتحب كذا حاجه في حياتك، بس ما نادي والله الزمالك السعادة، حاجة تانية خالص بالنسبة، ما تعرفش السعادة تزعل اللي منه. سعدتها في هدف الونش اكنه فعلا في دوري ابطال أنا افريقيا، بقول لك يعني مباراة كان مستواها قوي وفيها التحام وكده، بس الجون اللي جابه اكنك بص، الحاجة الوحيدة اللي أنت ما بتعرفش تزعل منها وما بتعرفش تسيبها خالص هو خالص. حبك لنادي الزمالك. أي حاجة تانية ممكن، أنت لو متجوز ممكن تطلع وتروح تتجوز على التاني، لكن انت قدامي اختباء يا عم. النادي دوت ما تعرفش تستغنى ان عنه. شاء الله النهارده يكون في اداء متكافئ ونقدر نسيطر على مفاتيح لعب اهلي جده. إن شاء الله بنلعب، بإذن الله. بنتكلم في فيرمينو وفي كيسيه وفي نجوم عالميين. ان شاء الله النهارده يقدموا مباراه قويه.